هي عرض مبهج وفي تمكن لأعلى درجة من القوات الجوية المصرية. لسه بنتكلم عن أجواء مهرجان العلمين، وعايزين نفكر حضراتكم أنه النهاردة بتختتم فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة بحفل كبير للفنان ويجز، المهرجان اللي استمر على مدار أكتر من 50 يوم مع مجموعة من الفعاليات المختلفة اللي بدأت من 11 يوليو الماضي. هيكون حفل ختامه على مسرح يو أرينا وسط ترقب كبير لحفل الختام، والحقيقة المهرجان شاهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية بمشاركة أبرز نجوم الوطن العربي على مدار 50 يوم، زي ما قلنا لحضراتكم أحيا خلالها العديد من نجوم الوطن العربي ونجوم مصر حفلات جماهيرية استثنائية بدأت بحفل الكينج محمد منير واستمرت مع عمرو دياب وكاظم الساهر وتامر حسني وماجدة الرومي ورامي جمال، حمزة نمرة، كايروكي، تويليت، وأخيرا حفل الختام مع ويجز. وطبعا احنا متأكدين انه بعد هذا النجاح الباهر هيكون في تكالب من نجوم اكتر للتواجد في هذا المهرجان وهذه الفعاليات الاعوام القادمة. ايضا هيتم عرض العديد من العروض المسرحية، وتم عرض الحقيقة مسرحيات كتير لكبار النجوم ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان العلمين. خلونا نتكلم بشكل تفصيلي أكتر مع زميلتنا مفادة أكسر نيوز ميرفت المليجي من العلمين الجديدة. يا ميرفت صباح الخير وصباح البهجة عليكي، ونهاردة آخر يوم في المهرجان، كلمينا عن الأجواء وكلمينا عن إحساسك. أنت بقالك حوالي يعني حوالي شهرين هناك، فإحساسك إيه بانتهاء الفعاليات؟ صباح الخير عليك يا سمر، وصباح الخير يارا وكل سادة مشاهدي اكسترا نيوز. صباح الخير عليكم من اجمل مدينة في العالم، وزي ما قلت يعني احنا بينتابنا شعور يعني مختلط كده ما بين الفرحة طبعا لنجاح النسخة الثانية من مهرجان العالمين، وان احنا قدرنا قد ايه نكون جزء من هذا النجاح وننقل الصورة على ارض الواقع لكل المصريين بل وكل العالم العربي. ولكن كمان برضو زعلانين ان خلاص الختام فاضل له ساعات قليلة جدا، وهذا الكرنفال الرياضي والفني والثقافي والاجتماعي هينتهي إن شاء الله النهاردة في ختام مهرجان العالمين، اللي متوقع إن هو إن شاء الله يكون يعني ختام قوي يليق بهذا المهرجان زي ما كانت الانطلاقة قوية مع الكينج محمد منير. أيضا الختام هيكون قوي ومتوقع، ويمكن الشركة المتحدة وعدت بده فعلا إن الختام هيكون ختام مختلف تماما. زي ما قلت سمر النهاردة يعني حفل كبير جدا بينتظره عدد كبير من محبي الفنان والمطرب ويجز، من الشباب تحديدا، يمكن طبعا هو بيخاطب فئة الشباب أو يعني ليه شعبية وجماهيرية كبيرة جدا عند فئة الشباب، ولكن زي ما شفنا كمان الأطفال وفي أسر كتيرة بدأت ترتبط بالمزيكا بتاعته والفن اللي بيقدمه، فبالتالي متوقع أن يكون في حضور كبير جدا 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 لهذا الحفل اليوم. الاستعدادات يعني بدأت طبعا لهذا الحفل المتوقع فيه حضور كبير، وبالتوازي مع وجود حفلة ويجز النهاردة اللي هتكون طبعا في مسرح اليو أرينا أكبر مسرح موجود معنا في منطقة الشرق الأوسط، هيكون فيه كمان بالتوازي فعاليات فنية تانية زي مسرحية سر عوالم خفية أو بتقدمها فرقة عوالم خفية، وكمان في مسرح عريس البحر، وده يمكن من المسرحيات اللي بيقدمها عدد كبير جدا من الشباب ولكن على مسرح آخر. فبالتالي عندنا مجموعة من الأعمال الفنية هذا الويك اند أو ختام مهرجان العالمين، بالتوازي كمان الرياضات، كمان مهرجان الرياضة شغال معنا في عدد كبير من الرياضات مستمرة معنا حتى اللحظات الأخيرة من مهرجان العالمين. بنتكلم عن مسابقة الطلبة المدارس اللي مستمرة معانا في سباق أفضل لاعب كمان مكملة معانا طبعا البادل زي ما هو لسه موجود معانا، الباسكت أو كرة السلة هتكون موجودة في هذا الأسبوع، في نهاية هذا الأسبوع مسابقة قوية أيضا، ويمكن هذه المسابقة تحديدا بتخاطب الشباب أو الأطفال من سن 12 ل 15 سنة. وزي ما قلنا في بداية المهرجان إن إدارة المهرجان كانت حريصة إنها توفر
بتوفر كل انواع الرياضات اللي تناسب كل الاعمار، مش بس الشباب، لا كمان وصلت لسن المدارس، وكان عندنا دوري المدارس، ودي من الحاجات الكويسه جدا اللي كمان بترتبط وتشتبك مع فكره مهرجان نبتة المستحدث هذا العام في مهرجان العالمين. فبالتالي احنا تقريبا بنجد ان كل الاعمار في مهرجان العالمين مخاطبه وتقدر تلاقي لها انشطه. كمان مسابقه الدرافتنج لسباق السيارات والادرينالين العالي جدا مستمره معانا، وبتنتهي غدا ايضا من السباقات المهمه جدا اللي في الحقيقه لاقت على مدار فعاليات مهرجان العالمين اهتمام كبير وحضور كبير جدا. شفنا الموتور ويك وقد ايه كان في حضور قوي من الشباب، شفنا سباقات الرولي، يعني كل انواع السباقات كانت موجوده هنا معانا في مهرجان العالمين في نسخته الثانيه، يعني عدد كبير جدا من الانشطه، بجانب طبعا الانشطه الثقافيه المعتاده اللي موجوده معانا على في مسرح اليوناني في المدينه التراثيه، وكمان هنا في الممشى موجود فعاليات مستمره. وزي ما قلت لحضراتكم يعني النهارده متوقع ان الختام هيكون ايضا ختام مختلف مليء بالمفاجآت. يعني امبارح شفنا مع حضراتكم كان هناك عرض لقواتنا الجويه المسلحه المصريه بالتعاون مع القوات الجويه السعوديه، كانوا عاملين لنا الاير شو اللي طبعا يعني زي ما شفنا حتى في التقرير الناس كانت قد ايه فرحانه انها شايفه سماء مدينه العالمين بتتزين بهذا النوع من العروض، وكمان الالوان اللي كانوا مستخدمينها في رسم لوحات على السماء دي كانت يعني نوع من البهجه، وعملت نوع من البهجه لكل زوار مدينه العالمين اللي يمكن امتدت كمان للقرى المجاوره. يعني احنا في الاخر امام يعني كرنفال مفتوح، كل حد يقدر يستمتع بيه، مش بس اللي بيقدر يحجز تذكره ويروح حفله، ولكن كمان اللي بيبقى موجود هنا على الممشى بيقدر يستمتع بكل الفعاليات، المنطقه المفتوحه، الشاطئ المفتوح، الشاطئ المخصص للطلبه ولذوي الهمم، الشاطئ العام اللي خصصته ايضا المتحده يعني بدون تكلفه تماما. فبالتالي مدينه العالمين تحولت الى مقصد لكل الطبقات، لكل الفئات تقدر تيجي تستمتع. حتى سمر بالنسبه لاسعار التذاكر الحفلات، خاصه الحفلات اللي يعني بتخاطب الشباب، هنلاقي ان اسعار التذاكر بيراعى فيها جدا الاسعار، ويسمحوا عشان يقدر كل الاعمار انها تحضر، كل الفئات انها تحضر، كل المستويات انها تحضر. فبالتالي اسعار التذاكر كمان بتكون الى حد ما بتراعي هذه النقطه تماما، وده بينعكس يعني ده مش كلام، ده الصوره بتقول كده. لما بنشوف الحفلات كلها كل التذاكر نفدت قبل بدايه الحفل في عدد كبير جدا من الحفلات، حفل كايروكي شفنا العدد الكبير، يعني زي ما اقول لسه كنت بقول لك الصوره كانت بتتكلم يعني خير من ألف كلمه. فكانت الاعداد والحضور الكبير ده يعكس قد ايه ان اسعار التذاكر كانت في متناول الجميع، الشباب كان حاضر، الكل متفاعل. وفي الحقيقه الاستعدادات هنا في مدينه العالمين والتامين وكل حاجه معمول حسابها بشكل دقيق جدا، ده كله بيساعد ان كل حاجه مش بس الحفله الرئيسيه اللي بتكون موجوده معانا كل جمعه، لا كل فعاليه بتتم هنا في مدينه العالمين بتخرج في ابهى صورها وبافضل جوده، ده لان كل حاجه معمول حسابها. واكد مره تانية الشباب هو كلمه السر في مهرجان العالمين هذا العام، سواء اللي بيقوم بالعروض وبيقدم الفعاليات صحيح. او حتى المنظمين والقائمين والافكار كمان في احنا مهرجان العالمين في كنا سعيدين على مدار الخمسين يوم بنقلكم الصوره بكل تفاصيلها وكل بهجتها من هناك. ميرفت تحياتي ليكي ولكل الفريق العمل في مدينه العالمين الجديده، شكرا جزيلا ليكي مفادة اكسترا نيوز ميرفت المليجي، شكرا جزيلا.